لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أف أم. أخبار الرياضة على الحياة أف أم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشرتنا الرياضية. تنطلق اليوم الأربعاء رحلة الاتحاد الرياضي للمونستير إلى العاصمة الرواندية كيغالي بداية من 10 متاع الليل عبر طائرة عسكرية من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمونستير بوفد يضم 40 شخص يترأسه السيد أحمد البلي رئيس الفريق. نواصل مع الاتحاد المونستيري حيث تستغرق الرحلة 10 ساعات ليكون الوصول لمطار كيغالي الدولي في 8 صباحا من يوم غد الخميس. يتحول الاتحاد مدينة بوتاري اللي تبعد 120 كيلومتر من العاصمة، ويكون الوصول بالحافل لمقر الإقامة بعد 3 ساعات. ويخوض الاتحاد المونستيري لقاء ذهاب الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا ضد النادي الجيش الرواندي يوم السبت 10 سبتمبر بداية من مساعتين بتوقيت تونس. أعلن نادي حمام الأنف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم بليل التويتي بعقد مدته موسم واحد. ذكر أنه اللاعب بليل التويتي تقمص هزية العديد من الفرق على غرار ترجي جرجيس، اتحاد تطاويل، مستقبل المرسى ونادي نعيري السعودي. بدأ اختصاص من كرة القدم، نحكيه على التنس. تواجه بعد غد الجمعة 9 سبتمبر البطلة التونسي أنس جابر اللاعب الفرنسي كارولين غارسيا المصنفة 17 عالميا في الدورة نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. أنس ترشحت للمباراة قبل النهائي بعد الفوز على الأسترالية أجلة تومالانوفيتش المصنفة 46 عالميا بمجموعتين لصفر 6-4-7-6. وزيرة السعادة تصعد للمركز الثاني عالميا بعد أن كسبت 650 نقطة حتى الآن، ما جعل رصيدها من النقاط يرتفع إلى 4570 نقطة. في كرة اليد تعود اليوم الأربع منافسات الجولة الأولى لبطولة أكابر كرة اليد للموسم الرياضي الجديد للنشاط، وتنطلق كل المواجهات بداية من 5 متاع العشية وفقا للبرنامج التالي. بعث بن خيار يواجه النجم الساحلي، نصرة طبلبة يواجه النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال يواجه نادي كرة اليد بقصور السيف، مكرم المهدي يستقبل جمعية الحمامات، النادي الهلالي يستقبل نادي ساقيت الزيت، وسبورتينغ المكنين يواجه الترجي الرياضي التونسي. أعلن النجم الرياضي الساحلي عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود فريق الأكابر في الموسم الرياضي الجديد اللي ضم كل من وليد برمضان كمدرب فريق، قيس بن صالح المدرب المساعد، وإلا بتبوت المعد البدني. ويستهل النجم الرياضي الساحلي منافسات بطولة النخبة للموسم الرياضي الجديد اليوم بمواجهة البعث الرياضي بابن خيار، وذلك بداية من 5 متاع العشية بقاعة ابن خيار. تدور اليوم الدفعة الثانية من الجولة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا في مالي البرنامج 6 غرباء. أجاكس أمستردام الهولندي يواجه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، أندراخت فرانكفورت الألماني يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وثمانية متاع الليل مجموعة من المقابلات، نابولي الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني باش يواجه بورتو البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي يستقبل باير ليفركوزن الألماني، برشلونة الإسباني في يستقبل فيتوريا بارزن التشيكي، وقمة مرتقبة اليوم بين إنتر ميلانو الإيطالي وباير ميونخ الألماني، وأخيرا توتنهام الإنجليزي يواجه مارسيليا الفرنسي. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في تحسين نفسية الإنسان وتعزيز الجانب الإيجابي لديه ومساعدته على التخلص من الجوانب السلبية اللي تؤثر على نشاطه اليوم. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة أفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم.